اهلا وسهلا بالمخرج حمزه كمال جمجوم. اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله السلام، وبركاته، نورتنا جميعا. والله بنوركم. مبروك فوز فيلمك السينمائي تمزق بجائزه افضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي. جزاكم الله خير، صراحه ده فخر لنا. الحمد لله. وفخر لينا احنا كمان. الحمد لله. طيب حمزه، قبل ما نحكي عن الفيلم، حابين توصف لنا شعورك لحظه الاعلان عن فوز الفيلم. والله فرحنا جدا، فرح كبير الحمد لله. زي ما قلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اعتقد كل الفريق حقنا فرح، من المنتج ايمن، الممثله سميه، الممثل فايز، وبيلي زين، والفريق العمل البرتو، وفي ناس لازم نشكرهم كثير، بس كلنا فرحنا الحمد لله. ما توقعنا الفوز، ولكن تعبنا والله في المشروع ده، فالحمد لله جات الفوزه كآخر هدية لنا بعد الحمد لله. الحمد لله. طيب حمزة، الفيلم من نوع الإثارة النفسية، خبرنا باختصار لمحة عن القصة وشو اللي خليك تروح على هذا النوع من الأفلام. أكيد مختصر القصة كده بسرعة، عن شابة وشاب سعودي متزوجين يروحوا إلى لندن عشان يتعالجوا بمشكلة في العقم. أوكي. وأول ما يوصلوا إلى لندن تتمزق حياتهم تمزق شديد، بالذات البطلة سمية رضا اللي تمثل ملاك، حياتها تتمزق، تتمزق مشاكلها النفسية الجسدية العقلية. فما أبغى أشرح القصة زيادة، لازم تتفرجوا على الفيلم. ده لازم ده لازم فعلا. طيب قول لي إزاي تخيلت شخصيات القصة، وهل كان من الصعب إنك تلاقي الممثلين المناسبين لكل دور؟ أكيد طبعا، نحن من أول يوم كنا بنخطط على فيلم فيه إثارة، وكل شخصية في الفيلم ترمز على فكرة، ما هي كل شخصية عبارة عن شخص. نحن فكرة فيلمنا في عمق وفي فلسفة كبيرة، وأتمنى بعد ما تتفرجوا تفيدونا بإيش استفدت منه. أكيد. بس حبينا نكتب الفيلم بطريقة زي ما قلنا نخبي فيها معلومات كثيرة، فكل شخص كان لي هدف ويرمز على مشكلة نحن بنعاني فيها كشعب. كيف نقينا الممثلين؟ صراحة نقيناها كأي فيلم تاني، عملنا كاستنج كول، الحمد لله ربنا وفقنا أنه شفنا الممثلة العظيمة سمية رضا، ومن بعدها قابلنا فايز بن جريس، وأول ما خلصنا الكاستنج السعودي بدأنا في الكاستنج الأمريكي والأجنبي، ووفقنا بوجود بيلي زين اللي هو كان بطل في التيتانيك، جانا في الفيلم. نايس. وأساساً أنا اللي مرة جذبني في الفيلم إنه الفيلم إنتاج سعودي وروماني وإنجليزي، كيف صار هذا التعاون؟ نحن شوفي، أول شيء الإنتاج بدأ من السعودية الحمد لله، يعني الممولين كانوا سعوديين كلهم، MBC تمت بتمويل الفيلم، المخرج أنا معكم حمزة سعودي، أنا كتبت القصة مع ناس، وأيمن منتج سعودي، فريق الطاقم العمل كلهم سعوديين، لكن اضطرينا بسبب كوفيد نصور في رومانيا وكذا لقطة صغيرة في لندن، كان هدفنا نصور في لندن لكن كوفيد قفلت علينا الدنيا تماما، فذهبنا إلى رومانيا للتصوير. طبعا ما حد المتفرج ما يعرف إن إحنا في رومانيا. أوكي. looks like لندن، وكل شيء باين كأنه في لندن. طيب بما أنكم سافرتوا أكتر من بلد، قد إيه خد وقت تصوير وإنتاج الفيلم وكتابته كمان؟ وكمان عايز أعرف إيه أبرز التحديات اللي واجهتكم قبل وأثناء التصوير؟ طبعا عندنا نحن شيء يقسم العمل لثلاث اقسام، بري برودكشن، برودكشن، اند بوست برودكشن. فالبري برودكشن اللي هو الفكره كتابتها، نشوف فين اماكن التصوير، هذه اخذت منا تقريبا 3-4 شهور، لكن مع وجود كوفيد صعبت علينا الدنيا شويه. التصوير اضطرينا نوقف مره في وسط التصوير، فاعتقد عدد ايام التصوير كانت 32 الى 38، والله ماني فاكر الرقم بالضبط. من بعدها سوينا بوست برودكشن اللي هو اديتنج وتحميض الافلام ونحط الصوت والميوزك وما الى ذلك. يعني المشروع كاملا اخذ مننا 1.5 سنة تقريبا للانتهاء منه بسبب وجود كورونا في ذيك السنه. طيب حمزه، انت بتقول انك من عائله مفكرين وحالمين، احكي لنا ازاي اثرت نشاتك على حبك للسينما وروايه القصص. اي والله، نحن الحمد لله عائلتنا متربين في عائله حب القصص وتحب القراءه. الحمد لله الوالدة كانت دائما تعاقبني تديني قصص اقراها، فكانت بس عقاب حلو عامه، عقاب مفيد. عقاب حلو، عقاب جدا مفيد. نعم. وعندنا الوالد ما شاء الله دمه خفيف ودائما يحكي قصص. عمي الدكتور شهاب جمجوم برضو من صناع السينما من عشرات السنين، فما شاء الله تربيت في محيط
سينمائي وعائلة يعني بتحب القصص وتهتم في موضوع الفن وتأثيرها على الشعب، فأثرت فيه جدا طبعا. حلو. هو أساسا فكرة إنه أنتوا واجهتوا صعوبات كورونا وطلع بهذا النجاح يحمس كمان إنه نحن نعرف إيش الخطوات الجاية بعد فوز. أكيد نحن هدفنا إنه نستمر في هذا المشروع. هدفنا كنا نثبت أنه المتفرج السعودي ما هو بسيط، يعني جاتنا معلومات في بداية المشروع أنه متأكدين تبوا تعملوا فيلم فيه فلسفة وفيه إثارة نفسية، قلنا أنا أكيد، لأنه سمعتنا نحن كمتفرجين سعوديين للأسف للغرب وللأجانب أنه بسيطين، فحبينا نثبت أنه لا نحن في عندنا فلسفة وعندنا عندنا خبرة في هذا المجال، فإن شاء الله نستمر ندف ونرفع مستوى سقف العمل السعودي الى اعلى بكل فيلم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا للمخرج حمزه كمال جمجوم.